لما نيجي نقول الفنان القدير الجميل سيد رجب لازم نعرف ان هو اتشهر قريب، لكن هو ابتدى يحفر اسمه من زمان قوي، وابتدى يتعب ويشقى وماشي بإصرار ودؤوب ورا أمله. صح الكلام؟ مظبوط 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 طبعا. انت منورني في بيت العيله. الله يخليكي، متشكر جدا. انا اعتبرني من اللي هم ايه الفانز، مش بيقولوا كده الشباب؟ ده شيء شرفني. أنا من المعجبات بتوعك. ده شيء شرفني طبعا حقيقي. ربنا يخليك يا رب. وعايزه اقول كمان ان انت انسان رومانسي ولطيف وصوتك هادي. ايه اللي خلاك تخش في ابراهيم الابيض وتعمل اللي حصل ده؟ بمثل انا في الحقيقه انا عندي احساس ان انا طيب خالص. ما كل الممثلين بيمثلوا وهم في الحقيقه حاجه تانية خالص. بالظبط. لا ليه انت مثلت حاجات كتيره في الاول صح؟ تيجي نبتدي من بعيد شويه؟ نبتدي من بعيد. عرفني على نفسك بقى. انا سيد رجب. ايوه. درست هندسه في كليه التكنولوجيا، واشتغلت في شركه نصر للسيارات. و باشمهندس طبعا، بس ما مارستش يعني. ما مارستش لا. واشتركت في فريق التمثيل بتاع شركه نصر للسيارات. وفي نفس الوقت كنت بشتغل مسرح بره مع اصدقائي وزمايلي، وبنعمل عروض كتير. وكان في بعض من اصدقائي بيسموني سيد المقهور، علشان المقهور المقهوره، علشان كل الادوار اللي بعملها هو الغلبان خالص، او الفلاح التعبان، او الراجل يعني تعبان خالص. فانا قررت ان انا لا، انا ممثل وممكن اعمل كل الادوار، مش لازم اكون لان شكلي طيب او حاجه كده ان انا اعمل دور المقهور وخلاص، لا لازم. فكنا بنعمل مسرحيه اسمها امنا الغوله في المسرح المتجول سنه 81، وكانت المخرجه هي الصحفيه الكبيره الاستاذه منحه البطراوي. وكنا بنعمل ارتجالات وحاجات كده علشان نختار مين اللي هيعمل الشاطر حسن، ومين اللي هيعمل البنت الحلوه والبنت الوحشه وامنا الغوله. فانا حطيت عيني على امنا الغوله، ان انا لازم اعمل الدور ده علشان اعمل توازن واعمل ادوار مختلفه. امنا الغوله؟ امنا الغوله اه. يعني تبقى ست؟ وعملت ست، وركبت باروكة كبيرة خالص. شعر كده خيش أصفر كبير. ولبس ست، وعملت من الغولة، ونجحت وناس بسطه خالص. وحسيت إن أنا من اللحظة دي أنا ممكن أعمل كل الأدوار. ده ممكن تعمل أي حاجة على فكرة، بالبريق الجميل اللي في عينيك بيتكلم وهنيب تبرق وفرحان. وفي كمان رومانسيه، يعني زي ما نقول حاله عشق. هو بيحب الشغله بتاعته، شغلته بيحبها، وهو زي ما انتم شايفين كده يمكن ملامحه بتروح ناحيه الطيبه طبعا، وناحيه برضو ان انت تبقى الفلاح الغلبان الحمد لله الطيب. انما رحت انت رايح عند من الغوله. بالظبط. ونجحت. ونجحت. ومن ساعتها وانا بعمل ادوار مختلفه تماما. مره دور شرير، مره دور طيب، مره دور كوميدي، لان المسرح بتعملي عروض كتيره جدا، وعندك الشخصيات الكتيره اللي ممكن تعمليها في المسرح. علمني ده نفعك كتير طبعا. علمني ونفعني. ولغايه دلوقتي بتعلم المسرح. انا لغايه دلوقتي بشتغل مسرح. يعني انت اساسا حلمك، يعني انت دخلت وبقيت وتخرجت من الهندسه وبقيت مهندس في شركه نصر للسيارات. ودي على فكره مش دعايه، لانه خلاص لا يعني بالظبط. ما بقتش دلوقتي كان ليها شنه ورنه، مش كده؟ كان ليها شنه ورنه ان شاء الله ترجع على مستويات كتيره، على طبعًا. مستوى الانتاج طبعا، وعلى مستوى خلق المواهب اللي كانت موجوده فيها. ان شاء الله ان شاء الله كل حاجه ترجع يا رب. سبت الهندسه بقى، وانت كان في دماغك ان انت تبقى ممثل. طبعا. يا وفضلت ورا الحكايه دي. هو بعد يعني التخرج انا من ساعه ما اكتشفت ان انا بحب التمثيل، وانا اديت نفسي ليه، وقررت ان انا
هو ده حلم حياتي وهو ده اللي انا بعرف اعمله بشكل حقيقي ومش هسيبه. سواء بقى كنت مشهور او مش مشهور، سواء كنت معروف ولا مش معروف، سواء كنت ناجح ولا مش ناجح، بس ده الشيء اللي انا بحبه. المهم تمثل بالظبط.